التسجيل. آلية التسجيل راح تكون عن طريق الموقع الإلكتروني المعتمد لدى وزارة الدفاع. يكون في رابط عقب ما يدشون على الموقع، يكون في رابط موجود. بعد ما يدخلون على الرابط يعبون خمس بيانات رئيسية أساسية. بعد ما يعبون راح يهم كود. بعد ما يعبون الكود يهم مسج لأبليكيشن، يعبون الأبليكيشن بالكامل. بعد ذلك راح يهم رسالة نصية منه لتسليم البيانات والمستندات المطلوبة عندنا هنا بالقاعة، قاعة متعددة الأغراض تابعة للتوجيه المعنوي، بجانب أساس أن العالم تعرف المكان بالضبط، بجانب جمعية الجيش. الشهادات طبعا من الجامعين ودبلوم وثانوية وما دون. كل شهادة راح تتقلد رتبة عسكرية خاصة بالشهادة اللي يعني حاصل عليها. فهذه بالنسبة للشهادات والرتب العسكري راح يتقلدونها. أما بما يخص دخولهم الدورة إن شاء الله راح يكون حسب اللي ماشيين عليه إنه راح يكون في شهر فبراير إن شاء الله، نصف فبراير إن شاء الله راح يكون الدورة داشين فيها إن شاء الله.